عناوين الصحف اللبنانية لليوم الجمعة 29 من أذار 2024. صحيفة النهار: فضيحة الأجهزة المخترقة تخترق التهويل بحرب. محكمة العدل الدولية تأمر إسرائيل بوقف المجاعة في غزة. محمد مصطفى شكل الحكومة الفلسطينية ودعا لوقف القتال في غزة فورا. صحيفة نداء الوطن: نداء الوطن، الطبعة الورقية تحتجب. رئيسة وزراء إيطاليا من الجنوب: السلام يبنى بالردع وليس بالكلام. إسرائيل تستهدف الحزب في دمشق وواشنطن، هدوء الجنوب أهم أولوية. صحيفة الجمهورية: واشنطن، لاستعادة الهدوء في الجنوب. نصلي ليتوقف المسؤولون عن الإصغاء إلى الخارج. لا رئيس للجمهورية في المدى المنظور. صحيفة اللواء: جبهة الجنوب على حافة الحرب المتوسعة، واليونيفيل اجتماع ثلاثي لاحتواء الانهيار. تشدد رئاسي بين العيدين والتباعد سيد الموقف. وكلمة نصر الله اليوم مراجعة لحرب الستة أشهر. نتنياهو منشغل بمعركة فتح وإعدامات النازحين تشغل العالم. صحيفة الديار: الجبهة بين التصعيد المضبوط والحرب الشاملة. واشنطن تتدخل للجم التدهور. زيارة صفا إلى الإمارات. المقاومة لم تقدم أي تعهدات. هل سيدفع الشعور الرئاسي المسيحيين نحو فكرة التقسيم؟ لقراءة أسرار الصحف وللمزيد من العناوين زوروا موقعنا صدى الأرز.com. إلى اللقاء.